التدريبات متواصله، وعايزين نطمن طبعا على كل الامور اللي بتحصل في مران النادي الاهلي. علشان كده عايز اروح لزميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي. يا كريم اهلا بيك. كريم كل التحية ليك يا زميلي أمير، برحب بيك في البداية وبرحب بكل السادة المشاهدين. اهلا بيك يا كريم، تحياتنا ليك، وعايزين نطمن من خلالك ونطمن كل جمهور النادي الاهلي على تدريبات الفريق من جميع الجوانب البدنيه والفنيه، وايضا فيما يتعلق بمصابي النادي الاهلي. الحقيقه امير طبعا يمكن زي ما بناكد ونقول لعيبه النادي الاهلي في قمه تركيزها، التدريبات متواصله بشكل مميز جدا، جديه واصرار لعيبه النادي الاهلي هي دي سمه وشعار هذه المرحلة. الفصل التام اللي بنأكد عليه كل مرة رغم كل الظروف المحيطة في طريق النادي الأهلي، لكن بيقوم بدور كبير جدا للجهاز الفني بجلسات فردية، جلسات جماعية مع اللاعبين، اللعيبة كمان ويمكن اللعيبة الكبار بالتحديد بتحاول ان هي تتحدث مع اللاعبين بشكل عام على ان احنا لابد يكون تركيزنا فقط في اي قرار يتخذ بمجلس الإدارة، اللي اكيد مجلس الإدارة بيحاول ان هو يحافظ على حقوق النادي الأهلي وايضا كمان لمصلحه الكره المصريه. يمكن انت بتتكلم اكيد في هذا الامر، والجميع منتظر القرار ان شاء الله اللي بنتمنى يكون في صالح الكره المصريه في الصالح العام. النادي الاهلي زي ما بنقول حديثه ووجود يمكن معالي الوزير ايضا امس في منزل كابتن محمود الخطيب مع بجانب مجلس الاداره، ده بيعود لقيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي مؤسسه وطنيه كبيره، النادي الاهلي احد مؤسسات الدوله، النادي الاهلي كبير جدا برموزه وبقيمته وبارقامه بكل حاجه. يعني لو اتكلمنا عن النادي الاهلي طبعا ممكن تبقى شريتنا مجروحه بشكل كبير امير، لكن النادي الاهلي ومجلس الاداره بيحاول ان هو يحافظ على حقوق النادي الاهلي، وايضا كمان تتضح الصوره ويكون الجدول العام والدوري المصري جدول مميز الناس بتتكلم عنه كالعاده فقط لا غير، لكن النادي الاهلي لا يسعى لصنع مجد شخصي لاي شخص ولا حتى الكابتن محمود الخطيب. لو نقول كمان معاك اللي هي التدريبات امير، زي ما قلنا يمكن مستر فايلر النهارده بيحاول يكسر حاجز التدريبات المتواصل، المفروض ان كان يكون في ماتش ودي، لو احنا في انتظار القرار النادي الاهلي كان بيسعى يكون في ماتش ودي ليه لعيبه بعيده شويه عن الماتشات نظرا لمباراه الزمالك ثم مباراه الجونه اللي لن تلعب، وباكد لك لن تلعب طبعا لان بكره تدريب النادي الاهلي في الساعه 4 عصرا على ملعب مختار السيتش. لكن بشكل عام كل الامور بالنسبه للاعبين بدنيا وفنيا جاهزين لاي مباراه لاي مواجهه لاي توقيت، لسه هيكون كمان خلال المرحله اللي جايه احنا لسه منتظرين القرار، لكن واضح المرحله اللي جايه يكون فيها مباريات وديه لفريق النادي الاهلي للاطمئنان كالعاده على حاله اللاعبين بالكامل لتطبيق الفكر والتكتيك اللي مستر ريني فايلر طبعا بيحاول ان هو كل تدريب بيكون فيه جرعه، بيكون فيه فقره، بيكون فيه امور جديده بالنسبه للتكتيك والتدريبات الخاصه بحراسه المرمى ايضا. المصابين طبعا امير كالعاده، يعني يمكن حسام عاشور هو الوحيد النهارده اللي يمكن بينضم امس واول امس للمصابين، قبل ما كانت قويه في الركبه اثرت شويه على حسام عاشور امس ما شاركش في التدريب، وايضا كمان النهارده جزء بسيط جدا في الجيم كان بيشاهد التدريب من الخارج، وانتظام كريم ندفد ومروان محسن ومحمود متولي في التاهيل كالعاده كل يوم بيكون في فقرات تدريبيه مختلفه بالنسبه للبرنامج التاهيلي الموضوع لهم. لكن بجانب كل الامور دي يعني الامور مطمئنه ان شاء الله امير في انتظار القرار، بس باذن الله يمكن الوقت خلاص، يعني احنا كنا منتظرين القرار يكون دورا، لكن بنتمنى خلال الساعات اللي قدام يكون قرار يرضي جميع الاطراف ويرضي النادي الاهلي في الاول وايضا الكره المصريه بشكل عام. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، واللي لنا كل الاخبار اللي بتتعلق بالفريق وبالتحديد